بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا خلاص عملنا الليست اوف اور بانك كاستمرز. احنا كان عندنا الاليرت بتاعت اللي بتعرض اسم البلد الكانتري يعني اللي عندي. احنا محتاجين فيها نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نزود بعد العنوان بتاع الكانتري، عايز اروح الناحية التانية يبقى قدامك ديليت واديت، بحيث يبقى في نفس الوقت هو شايف الكانتري وفي نفس الوقت عنده القدرة على حذف او تعديل البلد اللي هو واقف عليها. فانا عملت ديفاي بعد الكانتري على طول واديتها تكست رايت عشان انا عايز ارميها ناحيه اليمين عشان تبقى زرار ناحيه اليمين وتبقى العنوان بتاع البلد ناحيه الايه؟ ناحيه الشمال. يبقى اخر يعني الطرف اليمين. فجوه الديفاي دي عايز احط تو لينكس. اللينك الاولانيه هايبر ريفرنس مش هحدد لها مكان، عملت لها هاش وهديها كلاس عشان تظهر اكنها زرار، فاديها بتن واديها بتن بلون مثلا برايمري يكون لون ازرق كده. دي الكلاسز بتاعت البوتستراب. ماشي، على العموم ما بين A و سلاش A انا زدت سطر بس عشان اوسع على نفسي، هيتلم الوقت معايا. ايديت سميتها ايديت، يبقى ده الزر الاول هسميه ايديت. انا اللي يهمني فيه البيانات اللي بنعملها اعداد عادي، اللي هي الداتا تارجت. الداتا تارجت اللي هي بالنسبه لنا هنادي على اسم الايه؟ على اسم الموديل اللي انا عايز افتحه. الموديل اللي انا عايز افتحه ده اللي هو الديالوج ده او الديالوج كان اسمه كانتري موديل او موديل. خلاص اديتها توجل هيفتح موديل، خلاص عشان يعرف يفتح موديل وبس. اديتها بايند، دي بقى الشغل اللي بكتب فيها الحاجه الخاصه بالنوك اوت. فانا هقول له المره دي انا عايز اعمل فانكشن تو فاير او لما كليك على الايه، على اللينك دي. ليه؟ لان عايز اعمل سيت اديت كانتري موديل. عايز اعمل ايه؟ لما يكليك على البطن ده هيطلع لي البوب اب، والبوب اب دي هيبقى مكتوب فيها الداتا اديت اللي انا عايز اديته وادوس على سيف. فقلت له انا لما تيجي حد يعمل لك كليك هتنادي على فانكشن اسمها سيت اديت كانتري موديل، وهبعت لها الاندرسكور اي دي والكانتري. الاندرسكور اي دي والكانتري هبعته از بارامتر من الداتا اللي جايه عادي جدا من الايه، من النوك اوت. اخدت كوبي من اللينك وعملت لينك تاني، بس عملت اللون بتاعه دينجر يعني لون محمر. هيفتح نفس الموديل؟ لا، انا عايز اعمل موديل تاني خالص للريموف، هيبقى الغرض منه ان هو يحذف ريكورد. فسميته ديليت كانتري موديل، وهنادي برضو ان هو لما يجي يطلع لي هيطلع لي يعني هبقى في انترفيس بيطلع لي فيها الكانتري اي دي اللي انا عايز احذفها. فقلت له سيت ريموف موديل، ودي اول بارامتر ابعته لها اسمه كانتري عشان هبعت مره هشغله مع كانتري وعايز اشغله هو هو مع الكاستمر، وهبعت له الاي دي بتاع الايه، الكانتري اللي انا عايز احذفها، بحيث ان انا اقول له اف مثلا ان هي كانتري يبقى هتحذف بالشكل الفلاني، اف ان هي كاستمر هتحذف بالشكل الفلاني. فانا على العموم عايز استغلها في الناحيتين، حتى السيت اديت كانتري موديل، موديل ده لازم يكون للايه، للكانتري فقط. فعلى العموم انا هاجي اعمل هنا تو فانكشنز في الكاستمر في ام. هقول له ليت ان سيت كانتري موديل عباره عن، ممكن نقول ايكوال ونعمل ارو فانكشن بتقبل مني الاي دي والكانتري اللي هو الاي دي بتاع البلد والبلد اسمها اللي انا عايز اعمل لها ايديت، بس المهم انا عايز اعرضهم على الموديل. خلاص فهاجي اعمل ايه؟ لازم اشوف اسم الموديل ايه وابدا اشتغل عليه. بس على العموم عايز اعمل الفانكشن الثانيه بتاعت الريموف بالمره، فهروح على السيت ريموف موديل اعمل لها برضو اعملها از فانكشن، و البارامتر بتاعتها التايب هيبقى شايل يا اما كانتري يا اما كاستمر والاي دي، وهبعت حاجه اسمها البيرنت اي دي في بعض الاحيان. سيبك من البيرنت اي دي هيبقى في الغالب فاضي، لكن خليه موجود ولما تيجي قصته هحكي لك انا عايز اعمل ايه بالبيرنت اي دي. على العموم اما جيت كده بصيت لقيت الزرارين اهم، اللينك في كانتري ايجيبت وفي سبيس وتحتيها الايديت اكنهم على تو لاينز، بس ده على اليمين وده على الشمال. انا عايز اعمل يعني ما ينزلش ده تحت وده فوق، عايز اعمل نو راب، مش عايز يبقى فيه راب، يعني مش عايز ده يبقى سطر فالاتش 3 خدت لاين وتنزل تحت. فانا هعمل ايه؟ هروح على الكلاس اللي انا كنت مسميه كانتري
وهعمل حاجه اسمها فليكس نو راب. وفليكس نو راب برضو ده كلاس من البوت ستراب، هتشوف هيعمل ايه. ما عملش اي حاجه ماشي. على العموم لسه بيعمل ايه على نيو لاين. ممكن نعمل بقى طيب ستايل نعمل له فلوت رايت، يعني نخلي الاتش 3 تبقى فاهمه ان هي هتاخد حاجه جنبيها، فروح على اتش 3 معلش، نروح على اتش 3 ونعمل ستايل. ايوه ستايل مش كلاس، احنا هنا هنعملها ستايل عادي بالستايل شيت. احنا هنقول له فلوت ليفت، فهقول له ايه فلوت قيمتها ليفت خلاص، عشان الحاجه اللي جنبيها تلف كمان تبقى على الشمال والحاجه تلف بعديها. فلما جيت عملت كده زي ما احنا شايفين كانتري ايجيبت، وعلى نفس اللاين جاب لي زرار الايديت وزرار الايديت، لا زرار الديليت بقى، نغير الايه الفاليو بتاعه اللينك، فهقول له ديليت. تمام كويس جدا، بقى عندي ادي اللاين بتاع الديليت، وادي ادي زرار الديليت، وادي زرار مين زرار الايديت، كله جاهز. نشوف بقى ان شاء الله نشغلهم ازاي ونشغل المودلز بتاعتهم ازاي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.